من البصرة ينضم إلى السيد معين الحسن معاون محافظ محافظة البصرة. سيد معين، هل استطاع مجلس النواب أمس تقديم لشيء لأهالي البصرة؟ هل حصل البصريون على رد عن دمائهم التي سالت وإجابة عن كيفية تلبية احتياجاتهم الخدمية والمعيشية ومطالبهم بإنهاء الدور الإيراني في الجلسة الاستثنائية أمس؟ نعم، شكرا لكم. يعني في البدء بودي أن أعرج عن التظاهرات التي حصلت في البصرة. هي تظاهرات مشروعة، كانت هنالك حقيقة نقص في الخدمات تمثلت بملوحة المياه وامتداد اللسان الملحي في حوض شط العرب، قلة إطلاقات الواردة إلينا من ناظم قلعة الصالح في محافظة ميسان وناظم سدة الكوت. وحقيقة يعني هذه الإطلاقات بالتالي أدت إلى ارتفاع نسبة الملوحة في حوض شط العرب. طبعا كما يعلم الجميع طالبوا أهل البصرة بعذوبة المياه، وخرجت تظاهرات سلمية دعمناها كحكومة محلية بالكامل، وهي كوسيلة من وسائل التعبير عن حرية الرأي وإيصال صوتنا إلى الحكومة المركزية، باعتبار أن الحكومة المركزية هي التي تمتلك القيادة في إطلاق الأموال وأيضا تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى. طبعا فيما يتعلق بأيضا الأمر الآخر، وهو أنه طبعا هذه التظاهرات حقيقة اندس فيها البعض وخرجت عن هدفها الحقيقي أو الهدف الذي أنشئت من أجله، وبالتالي حقيقة كان هنالك استهداف لبعض المدنيين الذين تظاهروا أمام محافظة البصرة، وأيضا كان هنالك حقيقة حرق لبعض مؤسسات الدولة، وأيضا كان هنالك حقيقة نهب للممتلكات العامة. وبالتالي هؤلاء المدسين هم الذين حقيقة حرفوا مسار هذه المظاهرات، أدى إلى زعزعة الأمن بشكل كامل في محافظة البصرة لمدة يومين تقريبا. لا يوجد في محافظة البصرة أي أمن، وبالتالي حقيقة هذا اليوم عادت القوات الأمنية إلى المحافظة منذ ليلة البارحة وفرضت سيطرتها على الواقع الأمني، وبالتالي تم تغيير بعض القيادات الأمنية منها قائد الشرطة. نحن الآن بانتظار إجراء التحقيقات الأصولية بصدد الخروقات التي حصلت، التحقيقات كل على شقين. يعني كل هذه كل ما ذكرته الآن سيد معين، عفوا، ولكن ما ذكرته الآن هل من شأنه أن يهدئ الشارع في البصرة؟ وماذا عن الوعود الخاصة بالحكومة التي أطلقت أمس والتي أطلقت في خلية أزمة البصرة؟ هل بالفعل يمكن أن تكون السبب في هذا الهدوء الحادث يعني الآن؟ نعم، هذا الهدوء طبعا المتظاهرين حقيقة بعد أن وجدوا المدسين الذين قاموا بتخريب مؤسسات الدولة وحرقها وقتل بعض الناس الأبرياء من المتظاهرين، طبعا بالتأكيد هم الآن كهيئة تنسيقية للتظاهرات أعلنت عن إيقاف تظاهراتها في الوقت الحاضر بغية التمييز ما بين المدسين الذين اخترقوهم من جهات عديدة. وبالتالي طبعا الآن الوضع يشهد استقرارا أمنيا في محافظة البصرة. بالنسبة إلى وعود الحكومة الاتحادية، كما يعلم الجميع هذه الوعود طبعا أطلقت أيضا قبل فترة، ونحن الآن بانتظار ما حدث يوم أمس من اتفاق على قرارات أصدرتها جلسة البرلمان المخصصة من أجل محافظة البصرة والتي حضرها السيد المحافظ، وبالتالي على الحكومة المركزية أن تستعجل في تنفيذ هذه الإجراءات بغية السيطرة على الموقف المالي. نحن على أبواب نهاية السنة المالية. هل ذلك منطقي؟ يعني أربع سنوات ربما لم يستطع فيها العبادي إجراء هذه الإصلاحات، هل ما تبقي من وقت ونحن نتحدث عن جلسة برلمانية قادمة في 15 من سبتمبر الشهر الجاري، هل من الممكن بالفعل أن يتم نوع من أنواع الإصلاحات يرضى بها الشارع البصري، أم أننا على موعد متجدد آخر من هذه الانفجارات الجمعية في شوارع البصرة؟
يعني هو الأمر الآن لا يتعلق في البرلمان، الأمر كله يتعلق في الحكومة، وبالتالي يتعلق تحديدا بوزارة المالية. وزارة المالية وعدتنا كثيرا ولم تفي بكل وعودها بصراحة، وأيضا كوزارة الموارد المائية التي لم تفي بوعودها بتأمين حصة البصرة المائية والبالغة 90 متر مكعب في الثانية من ناظم قلعة صالح، أدى إلى زيادة نسبة الملوحة في حوض العرب. نحن أيضا وعدتنا وزارة المالية بتوفير 10,000 درجة وظيفية، نحن الآن بانتظارها، مضى أكثر من شهر على هذا القرار، وحقيقة وزارة المالية لحد الآن لم تستكمل هذه الإجراءات، وبالتالي تحتاج أو يحتاج أن وزارة المالية أن تخطي خطوات عملية بهذا الاتجاه كي نتمكن من إقامة المشاريع الاستراتيجية التي تقضي على ملوحة حوض شط العرب، وكذلك تقضي على شيء من البطالة، كذلك تتوفر بعض الخدمات الخاصة بالمفاصل الحيوية الأخرى. لذلك الأمر يتعلق بالحكومة الاتحادية متمثلة بوزارة المالية كما وجهها دولة رئيس الوزراء، عليها أن تفي بوعدها باستحقاقات البصرة، كذلك استحقاقاتها نعم من واردات المنافذ الحدودية البالغة 6 أشهر، نحن لم نستلم هذه الموارد والبالغة 50% منذ حوالي 6 سنوات، وبالتالي لدينا حقيقة بذمة الحكومة الاتحادية مبالغ مالية طائلة باعتبار لدينا 9 منافذ حدودية، ف50% أي نصفها من هذه الإيرادات يكون من حصة محافظة البصرة ولم نجهز به بالوقت الحاضر. شكرا. دولة رئيس الوزراء وجه وزارة المالية أن تقوم بإطلاق 6 أشهر، ولحد الآن أيضا وزارة المالية لم تطلق هذا المبلغ. طبعا أيضا استحقاقاتنا من البترودولار هي أيضا مبالغ طائلة جدا، مفهوم. وعلى وزارة المالية أن تقوم بتوفيرها.